ياسين مازوت رئيس تعاونية التوافق، التعاونية اللي تشتغل في فرز النفايات المنزلية مطرح جماعي أم عزة ضواحي الرباط. المطرح اللي تيستقبل 13 من تيستقبل النفايات من 13 جامعة للرباط وسلا وتمارة والنواحي ديالها. السنة التعاونية في 2011 وبدينا الشغل ديالنا في مركز الفرز في المطرح المراقب ديال أم عزة. تيشتغل في التعاونية أكثر من 151 واحد اللي كانوا في السابق هما تتسموا عمال عشوائيين في المطرح بما فيهم أنا. اليوم خدامين في واحد التعاونية منظمة، عندنا واحد الظروف أفضل، واحد الامتيازات أكثر، ضمان اجتماعي، تأمين صحي، تأمين عن حوالي الشغل. هذو كلهم غيرنا حياتنا من واحد قطاع غير مهيكل ما فيه حتى شي حقوق إلى واحد القطاع منظم مهيكل فيه مجموعة من الامتيازات، فيه مجموعة من الظروف أفضل وقلة نقصان الأخطار. هذا هو والتعاونية تتلعب واحد الأدوار مهمة في الدور الاجتماعي، الانتيغراسيون ديال واحد الناس اللي صعيب أنهم يتانتيغراو بسهولة في الناس الاجتماعي بحكم الهشاشة ديالهم لا الثقافية ولا الاجتماعية. الدور الثاني هو تقليل من النفايات اللي تتوجه للتمر. اليوم التعاونية تتفرز تتستقبل في مركز الفرز تقريبا حوالي 600 طن يوميا، وتيتم تثمين ديال جزء مهم من هذه النفايات عبر استرجاع كاع المواد القابلة لإعادة التزوير في هذه النفايات، وما يتبقى من هذه النفايات تيتم إرساله مباشرة إلى مركز تثمين النفايات الطاقي مع الشركة ديال جيو سايكل ديال الإسمنت اللي تستخرج الطاقة من هذه النفايات اللي تيتم زعما الفرز ديالها على مستوى مركز الفرز بأم عز. بالنسبة للصالون هو فرصة لينا كتعاونية باش نقدروا، هو صراحة فرصة للجميع باش نعرفوا شنو هي المستجدات في مجال الشغل ديالنا، وكذلك فرصة باش نعرفوا بالتعاونية وفرصة يعني اطلاع على المشاريع الأخرى في المجال ومحاولة استلهام بعض الأفكار منها وتطبيقها في المشروع ديالنا ديال التعاونية. شاركنا في لا كومبيتيسيون ديال لي تروفي في لا كاتيغوري ديال لي كوبيراتيف اسوسياسيون، تنشوفوا راسنا اننا نقدروا ننافسوا على هاد لو تروفي بحكم انه المشروع ديالنا تيقيس جميع المستويات، المستوى البيئي، المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي، وهذا هو هذا هو يعني لي بيليي ديال ليكونومي سيركيلار بالنسبه للكوبيراتيف.